الكوب الحراري. كوب حراري مذهل لا يمكن إسقاطه جانبا، وتلك هي ميزة مدهشة، لأنك بالتالي لن تقلق من احتمالية سقوطه على حاسوبك في حالة اصطدام يديك به عن طريق الخطأ. منبه شروق الشمس. لمحبي الاستيقاظ مع شروق الشمس، هذا المنبه هنا يحاكي تلك الظاهرة، فهو مزود بخلفية تبدأ في التوهج تدريجيا في الوقت المحدد لتحاكي شروق الشمس. المنبه مزود أيضا براديو يمكن ضبطه للعمل في وقت الاستيقاظ. حامل الهاتف في السيارة. حامل مطاطي مصمم خاصة لحمل هاتفك الذكي في السيارة، وهو مصنوع من السيليكون وذو تصميم مثير للاهتمام، كما أنه مزود بمجموعة كاملة من الوظائف من ضمنها نظام كابل مغناطيسي حتى يمكنك التقاط الهاتف بسهولة وبسرعة عند الحاجة. النظارات الشمسية الإلكترونية. نظارات شمسية ولكنها ليست كالنظارات التقليدية العادية، بل مزودة بتقنية خاصة للتحكم في درجة الإضاءة. تحتوي نظارات على زرين، بالضغط على أحدهما تصبح العدسات شفافة، وبالضغط على الآخر تصبح العدسات قاتمة، ويمكنك الاختيار من بين 8 درجات من الإضاءة. تعمل النظارات ببطارية قرصية صغيرة. مبرد اللابتوب. هذا المنتج مفيد لمن يستخدمون اللابتوب الخاص بهم لفترات طويلة خلال اليوم، وهو جهاز خاص يثبت في منفذ الهواء باللابتوب ليساعد على امتصاص الهواء الساخن بكفاءة أكبر. يعمل الجهاز بنفس طريقة المكنسة الكهربائية حيث يمتص الهواء الساخن من اللابتوب ليخفف من حرارة المكونات الداخلية للحاسوب. مصباح يدوي للتخييم. مصباح يدوي مقاوم للمياه والصدمات ومزود بحوامل مغناطيسية، ويمكن تثبيته بأي هيكل معدني. المصباح ذو إضاءة جيدة، كما يمكن استخدامه كباور بانك. الشاي الأزرق. لعشاق الشاي نقدم لكم هذا المنتج الجديد، وهو شاي أزرق يدعي منتجوه أنه مفيد صحيا، أما عن مكوناته فهي غير معروفة، ولكنه يبدو جذابا ومثيرا للاهتمام. المنظار الداخلي. منظار محمول سهل الاستخدام، يتم توصيله بالهاتف الذكي، ويمكن لكاميرا المنظار تصوير الفيديوهات والتقاط الصور بمساعدة كابل يصل طوله إلى 5 أمتار. وبالتأكيد هذا المنتج سوف يكون مفيدا بشكل ما في المنزل. سماعات الأذن. هذا النوع من السماعات قابل للتوصيل بعظام الأذن، وهو مثالي لمن يحبون الاستماع للموسيقى أثناء ممارستهم لرياضة الجري أو ركوب الدراجات، وبفضل تلك التقنية الجديدة سوف تكون قادرا على سماع الموسيقى بشكل مثالي حتى وإن كنت في مكان صاخب أو مليء بالضوضاء. لوحة الماوس. هذا المنتج هو عبارة عن لوحة ضخمة للماوس أنيقة ومصممة على شكل خريطة العالم الأصلية، وسوف تكون بمثابة ديكور جميل على مكتبك، كما أنها تساعد على تحريك الماوس بسهولة. ميني بايك. دراجة كهربائية صغيرة تسير بسرعة تصل إلى 25 كيلومتر في الساعة، وبشحنة واحدة فقط يمكنها قطع مسافة 15 كيلومتر. الحد الأقصى لوزن الشخص الذي يمكن أن تتحمله الدراجة هو 120 كيلوغرام.
نافورة الشيكولاتة، جهاز صغير يصنع نافورة من الشيكولاتة، والذي بالتأكيد سوف يصبح أكثر الأشياء إثارة للاهتمام في الاحتفالات والأعياد، وسوف ينبهر ضيوفك بهذا الجهاز المذهل والذي سيضيف جوا من المرح على الاحتفال. كاريبيان مالتي تول، منتج مفيد جدا للتخييم، وهو جهاز متعدد الاستخدامات مزود بمفكات براغي وفتاحة لزجاجات المشروبات وغيرها من الأدوات المفيدة والمختلفة، مما يجعل منها أداة لا غنى عنها في رحلات التخييم. النظارات الذكية، تلك النظارات الذكية سوف تغنيك عن العديد من الأدوات، فباستخدامها يمكنك تسجيل الفيديوهات والاستماع إلى الموسيقى على الهاتف وغيرها من الأشياء الأخرى. النظارات مزودة أيضا بمنفذ لإدخال بطاقة ذاكرة. مقطع الزبدة، جهاز صغير ومبتكر لتقطيع الزبدة إلى شرائح صغيرة، مما سوف يساعدك على تحضير شطيرة إفطارك بسرعة وسهولة ودون أي مجهود. جهاز إنذار GSM، جهاز إنذار يعمل بتقنية GSM، يمكن تثبيته على باب المرأب أو باب المنزل. يقوم الجهاز بإرسال تنبيهات تلقائية عبر رسائل نصية قصيرة عن طريق بطاقة SIM والتي يتم تركيبها بداخله. اللوحة الإلكترونية، تلك اللوحة الإلكترونية الهدف منها هو تقليل استخدام الورق التقليدي وبالتالي التقليل من قطع أشجار الغابات. تساعد اللوحة الأطفال أيضا على إظهار إبداعاتهم الفنية، كما يمكنك استخدامها لكتابة الرسائل المميزة لشريكك وتعليقها على أي سطح معدني بفضل الخلفية المغناطيسية. تحتوي اللوحة أيضا على زر لمحو الكتابة والبدء من جديد. لايت بوكس، صندوق صغير يعتبر مثاليا بالنسبة للمصورين المحترفين أو لمن يمتلكون متاجر إلكترونية على الإنترنت، حيث يمكن استخدامه لعرض المنتجات وتصويرها بإضاءة مميزة واحترافية. الصندوق مدمج وسهل الطي، ويمكنك حمله في حقيبة اليد أو حقيبة السفر. الصندوق مزود أيضا بإضاءة خاصة، تحتاج فقط لتوصيلها بمصدر طاقة أو باور بانك ليصبح جاهزا للاستخدام فورا. القلم المعدني، لمحبي الكتابة والرسم نقدم لكم هذا القلم المعدني المذهل. وفقا للمصنعين، فإن تلك الأقلام يمكنها الاستمرار في العمل لخمس أو عشر سنوات. يشبه خط هذا القلم خط القلم الرصاص، ولكنه على النقيض من الرصاص لا يمكن محو كتابته. أما الميزة المدهشة لهذا القلم هي أنه يمكنك الكتابة به تحت الماء. المصباح اليدوي، اختراع رائع ومثالي لمحب السفر، وهو مصباح يدوي متعدد الوظائف للتخييم أو السياحة. المصباح مدمج ويضيء بأنماط مختلفة، كما يحتوي أيضا على منفذ لشحن الهاتف. المصباح مزود ببطارية مدمجة بسعة 800 ملي أمبير، بالإضافة إلى لوحة شمسية يتم شحن بطارياتها بضوء الشمس. مقياس شدة الرياح، جهاز لقياس سرعة الرياح، كما يمكنه أيضا قياس درجة حرارة الهواء. الجهاز مفيد ومثالي خاصة بالنسبة للعاملين في الأماكن الصحراوية. ماسح ضوئي محمول، يعتبر هذا المنتج مناسبا للجميع ولكنه مفيد للطلاب خاصة، وهو عبارة عن ماسح ضوئي صغير الحجم يمكن حمله لأي مكان بسهولة، كما أنه سهل الاستخدام أيضا، حيث يقوم بتخزين الصور التي تم مسحها ضوئيا على بطاقة ذاكرة صغيرة ويمكنك طباعتها لاحقا.
زجاجة المياه الصحية، زجاجة مياه مصنوعة من السيليكون ذات ساعة مزدوجة، حيث تصبح ساعتها 300 ملي لتر وهي مطوية، ولكن عند ملئها بالمياه تتمدد لتصبح ساعتها 600 ملي لتر. الزجاجة مصنعة من مواد آمنة وصديقة للبيئة، وبالتالي فهي تحافظ على المياه نظيفة وآمنة. المدلك. تم تصميم ذلك المنتج خصيصا من أجل راحة واسترخاء المستخدم، وهو عبارة عن جهاز تدليك مدهش يمكن استخدامه في المنزل أو في السيارة أو في أي مكان. الجهاز سهل الاستخدام ويقوم بتدفئة أي جزء من الجسم عن طريق الأشعة تحت الحمراء، ويمكن تعطيل تلك الوظيفة بالضغط على زر خاص في الجهاز. تأتي المجموعة مع توصيلات خاصة لتوصيل الطاقة في حال استخدام الجهاز في السيارة. الأثاث الإبداعي. أثاث مبتكر قابل للطي، وتكمن الخدعة في أن المقعد مصنوع من الورق العادي، ولكنه يبدو وكأنه مصنوع من خشب المهوجني. يتميز ذلك الأثاث بأنه عملي وسهل الطي والفرد في أي وقت وفي أي مكان. فرشاة الأسنان. فرشاة أسنان كهربائية مضادة للجراثيم مصنوعة من السيليكون الطبي المضاد للبكتيريا. الفرشاة مزودة بثمانية أوضاع للتشغيل، وهي تعمل بالبطارية وتكفي شحنة واحدة للاستخدام حتى 30 مرة. كما أنه يمكن تغيير رأس الفرشاة، والتي يوصي الأطباء بتغييرها مرة كل عام. قاشطة الثلج. هذا الاختراع مناسب جدا ومفيد بالنسبة لسكان البلاد الباردة، خاصة السائقين، وهو عبارة عن قاشطة لتنظيف الثلوج المتساقطة على السيارات، وهي عملية صعبة ومرهقة في العادة، ولكن من أجل تسهيل تلك العملية فقد تم تزويد الأداة بسخان لإذابة الجليد بسرعة، كما يمكن توصيل الأداة بولاعة السجائر في السيارة. ساعة الحائط. ساعة حائط مصممة بشكل مميز خصيصا لعشاق الأشياء الأصلية، فهي مصممة على غرار ميكانيك عمل الساعات، ويعتبر بمثابة هدية جيدة لأصدقائك، خاصة من يعملون في مجال الهندسة الميكانيكية. الروبوت العنكبوت. لعبة مثيرة للاهتمام للأطفال والكبار، ويمكنك التحكم بالروبوت عن طريق جهاز تحكم عن بعد. يعمل الروبوت ببطارية تستمر في العمل من 15 إلى 20 دقيقة بشحنة واحدة. شكرا على المشاهدة، وأخبرونا في التعليقات أي من تلك المنتجات المدهشة قد أعجبكم أكثر وتودون شراءها. ولا تنسوا إذا أعجبكم الفيديو اضغطوا لايك وشاركوه مع أصدقائكم على مواقع التواصل الاجتماعي، وللمزيد اشتركوا بالقناة، ولا تنسوا أيضا تفعيل خاصية الجرس ليصلكم كل جديد. إلى اللقاء.